السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله احنا هنتكلم النهارده عن موضوع دبلة الحمام. هنعرفكم ازاي دبل الحمام بنلبسها للزغلول. اول حاجة الزغلول بيلبس الدبلة بتاعته. لو انت عامل دبل للحمام وعامل عندك فهرس بتكتب فيه تاريخ البيض وتاريخ فأس البيض عشان تعرف عمر الحمام ده، لو بعد سنة اتنين تلاتة تعرف عمره عن طريق رقم الدبلة بتاعته وعن طريق الفهرس اللي انت كاتبه. جوز رقم واحد يعني اب وام رقم واحد طلعوا جوز زغليل في شهر ستة يوم 17 مثلا او 16/6، فقسوا يوم 16/6 تمام. حاليا جوز الزغاليل دولت اهو، خليهم هنا كده عشان تبقوا شايفينهم. جوز الزغاليل دولت حاليا عمر 7 ايام بالظبط، عمر 7 او 8 ايام بنلبسه الدبلة بتاعته تمام. انا عن نفسي بعمل حاجة، بلبس جوز الاخوات اللي هم الحمام اللحم الفرنساوي، بكلم الحمام اللحم الفرنساوي، بلبس جوز الاخوات اللي هو من بطن واحده بيضه واحده يعني بالطين يعني في نفس العش، دبله نفس الرقم رقم واحد. يعني مثلا انا معايا رقم 8، بلبس زغلول منهم رقم 8 وزغلول الثاني رقم 8 في لون مختلف زي ما انتم شايفين. ليه انا بعمل الكلام ده؟ عشان خاطر بعد كده لما الشباب دي تنطلق عندي في الاوضه واسيبها في الاوضه ويشدهم ويكبروا، ما جوزش الاخوات لبعضها، لان جواز الاخوات لبعضه غلط، بيجيب زفاره وبيجيب مشاكل تمام. طب انا اعرف ازاي ان ده اخو ده؟ يعني جوز زغاليل هم اتكبروا وطلعوا ومطاروا مع اللي موجودين في بقوا شباب بقوا زغاليل وكده وشدوا حلو ومكبروا عايز اجوزهم، مش عايز بقى انا اخد ايه واحد مع اخوه او مع واحده مع اخت مع اخوها، هتلخبط. بالتالي بعمل حاجه اسمها الدبله. الدبله ديت بلبسها لهم تمام، بيبقى رقم 8 زغلول باللون الازرق ورقم 8 زغلول باللون الثاني اللي هو الذهبي او النحاسي، ايا كان الالوان بتكون الوانين مختلفين بس برقم واحد. يعني 8 ده 8، ده 6 وده 6، ده 10 ده 10، عشان بعد كده يبقوا فاهمين، نبقى احنا كمربيين حمام لاحم فرنساوي فاهمين ان دولت اخوات ما يتلقوش على بعض، لان تلقي الاخوات على بعضها في الحمام اللحم الفرنساوي بيجيب زفاره بعد كده ويجيب مشاكل بعد كده، وبتلاقي فرد الحمام طالع معاك مش سردة زي ما بيقولوا، يعني مش طالع فرد حمام مظبوط. ده بسبب جواز الايه؟ الاخوات لبعضهم، تلقي الاخوات لبعضهم. فبالحاجه اللي انا بعملها بتاعت الدبل ديت بتخليني اعرف ان دول اخوات ما ينفعش يتلقوا على بعض، لازم اخلف اجيب مثلا 8 مع 7، 8 الثاني ده مع 6 لو نتايه وذكر كده، لازم ابدل. فاهمين؟ كده اتفقنا على النقطه ديت. انا عن نفسي ماشي بكده، كل واحد وكل شيخ يا جماعه وله طريقته، انا طريقتي في تربيه الحمام الفرنساوي كده. ما بحبش جواز الاخوات، جواز الاخوات يا جماعه غلط. ممكن يكون في جواز اخوات في نوع حمام تاني عادي زي البلد زي اي حاجه، ممكن يقول لك يا عم ده ما في ناس مربيه حمام لاحم فرنساوي ومسيباه في قلب الاوضه وده داخل على ده وده داخل على ده ما حدش بيدور. انا ماليش دعوه بشغل حد يا جماعه، انا بتكلم على شغلي وبوصل لكم المعلومه بتاعه شغلي انا مش شغل غيري تمام. انا عن نفسي بعمل كده وماشي على نفس الاساس ونفس النهج ده على طول. هوريكم مع بعض دلوقتي انا بكي هنلبس الدبله ازاي. زي ما بنقول بيلبس الدبله على عمر 7 او 8 ايام ما يزيدش عن كده تمام. وبيكون متسجل عندي مثلا ده زغلول عش، ده العش ده طالع من رقم 2 من الاب والام رقم 2 تمام، بقى مسجله عندي هنا في الكشكول بتاعي او في الاجنده بتاعتي. بتسجل طبعا كل صفحه كده ليها رقم، رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 10 رقم 20 رقم الاخ كده، ده طلع منها يوم كذا
يوم ده الدوري طالعين يوم 16/6 اللي فات دهوت، هنلبسهم مع بعض ان شاء الله النهارده الدبل، يبقى احنا كده عارفين لو بعد سنه او سنتين دبل رقم 8 هيجي باصص في الفهرس بتاعي رقم 8 فين؟ دبل رقم 8 هي ده سنه ده في 16/6/2019، ده النهارده احنا في 2020 2021 يبقى دول عندهم سن كذا. خلص الكلام. وفي نفس الوقت المعلومه الثانيه ان انا بلبس نفس الرقم بالوان مختلفه للفرد الجوز الزغاليل اللي عندي العش اللي عندي الاخوات عشان بعد كده ما يتلقوش على بعض. هنوريكم بقى ان شاء الله كده بسم الله. هنوريكم الزغلول بيتلبس ازاي دبلته. تمام؟ هنمسك مع بعض كده الدبله بالشكل ده. وهنجيب رجل فرد الحمام او الزغلول. هنرجع الصوبع ده لورا كده خالص. تمام؟ وهنجي ملبسينه الدبلة بتاعته تعدي الثلاث صوابع الاماميين كده. ماشي؟ ونرجعها كده. ونطلع زي ما انتم شايفين كده. ماشي؟ ويا رب تكون واضحة بس عندكم في الكاميرا. تمام؟ ونطلع بالراحة خالص الرجل بتاعته بالمنظر ده كده. لبس الزغلول الدبلة بتاعته اهي، وشكرا على كده. وبتيجي سايبه بتيجي ملبس اخوه التاني. تمام؟ برضو هنوريه لكم عشان برضو اللي مخدش باله. ده رجله، هتنزل الرجل الصبع اللي تحت خالص ده تنزله كده وتدخل بالمنظر ده وترجعه لورا خالص كده اهوت، وتطلع بشويش خالص الصوبع كده. كده لبس الزغلول اهو في الدبله بتاعته وتمام مفيش اي مشكله. ونيجي مرجعينهم تاني عند الاهالي وبنيجي نسجلهم ان احنا زغلول يعني العش رقم 8 دبله رقم 8 طالع من الاب والام رقم 2. يبقى انا كده فهمت ان دول طالعين مين اللي جايبهم؟ ابوهم اهوت وامهم اهيت. وبعد سنه بعد اتنين بعد ثلاثه هنبقى عارفين هم سنهم قد ايه، لان احنا مسجلين عندنا في الاجنده بتاعتنا او في الكراسه بتاعتنا اللي احنا بنسجل فيها ان ده طالع يوم كذا شهر كذا سنة كذا ولابس دبلة رقم كذا وطالع من الأب والأم رقم كذا. تمام يا جماعة؟ كده احنا فهمنا كل حاجة عن موضوع دبلة الحمام. وده يعني حبيت أوصلكم المعلومة دي لسبب واحد بس، إن احنا في ناس بتسأل بتقول الدبل وأنا مش فاهم حاجة عن الموضوع ده. أنا حبيت أوضح لكم الصورة وأنا ماشي على كده، وده شغلي ماليش دعوة بشغل غيري. زي ما أنا ما قلت في البداية، كل شيخ وله طريقة وكل واحد بيربي حمام له معاملة وأسلوب وأكل وشرب ودماغ ماشي بيها مريحاه. أنا شغلي ده مريحني. تمام؟ أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة بإذن الله من أخوكم أبو وحيد. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك وشير للفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل ما هو جديد في عالم الحمام اللاهم الفرنساوي. وأي حد عنده سؤال هجاوبه يبعت لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هجاوبه. أي حد عاوز مني فيديو لأي حاجة تخص الحمام بصفة عامة والحمام اللاهم الفرنساوي بصفة خاصة يبعت لي برضه في التعليقات، وأنا تحت أمر الجميع وتحت أمر كل الناس اللي بتتابعني. وبيكم ومعاكم ان شاء الله هنكمل المشوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.